يصل عدد سكان مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة، من بين هؤلاء من يخرج كل صباح للعمل أو للدراسة أو لشراء الاحتياجات الأساسية. أكثر من 100 مليون مصري يضاف لهم ملايين المقيمين من جنسيات أخرى يسعون في كل يوم في تلك البلاد ويعيشون بأمن واستقرار، وهذا حق أساسي قد يغفل عنه كثيرون، إلا أن بقية الحقوق لا تتوفر إلا به. فدور أي دولة تجاه مواطنيها هو توفير الحقوق الأساسية لهم، وفي مقدمتها الأمن والأمان، وبدون هذا الحق تصبح الدولة عاجزة عن توفير بقية الحقوق. تلخص هذه الفكرة نظرة الإدارة المصرية لحقوق الإنسان، فالدولة القوية تستطيع رعاية مواطنيها وتوفير الحقوق كافة لهم، أما انهيار الدولة فيعني ضياع جميع الحقوق. إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا، ودوما ما نؤكد على أن قوتنا تكمن في وحدتنا. كانت هذه هي استراتيجية الإدارة المصرية منذ عام 2013 حين تولت السلطة لبلد خرج للتو من خضم فوضى عارمة وانعدام للاستقرار أثر على معيشة المواطنين بشكل مباشر. كان بسط الأمن والاستقرار في مقدمات أولويات الإدارة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراكها أن هذا الحق هو القاعدة الأساسية التي تبنى عليها بقية الحقوق، خصوصا أن نماذج أخرى في المنطقة كانت تؤكد تلك الفكرة. وهناك دول سقطت وبسقوطها جرى العصف بحقوق الإنسان كافة. ما كانش عندنا سبيل غير ان احنا نعمل اساس عملاق من الثقة في القدرة، قدرة الدولة المصرية انها تستطيع ان تتجاوز وتتحرك، بس ده مش منفصل عن بناء الحقوق الحقيقية. مع توفير الحق في الامن كانت مصر تسير بالتوازي في التنمية والبناء لتوفير بقية الحقوق الاساسية كالحق في الغذاء والصحة والعمل والتعليم، فتلك الحقوق لم تكن لتتحقق سوى بوجود مؤسسات قوية تخلق بيئة مستقرة وآمنة تساعد على توفير حقوق الإنسان الأساسية. أسهم مناخ الاستقرار في انتعاش الاقتصاد المصري ليحقق طفرات غير مسبوقة، لتحتل مصر المركز الثالث بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري أكثر من 394 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة ب 361 مليار دولار في 2020 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ووفقا لإجمالي البيانات الرسمية، تمكن الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الأعوام من 2016 وحتى 2020 من النمو بنسبة 126% بمعدل نمو سنوي يصل لأكثر من 25%، فيما انخفض التضخم من 29.5% عام 2017 إلى 5% خلال عام 2020. أما الاحتياطي النقدي فسجل نموا من 2016 إلى 2020 بنسبة 129% ليرتفع من 17 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار. تحسن الاقتصاد ساهم في توفير الحق في العمل، وانخفضت البطالة من 13.2% في العام 2013 وهي أعلى نسبة وصلت لها خلال عقود إلى 7.3% في 2021. تحسن الاقتصاد كان يوفر على الدوام التمويل اللازم لتوفير باقي الحقوق الأساسية. فعلى صعيد الصحة جرى إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 لتوفير رعاية صحية بجودة عالية للمواطنين كافة، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة وما شملته من خدمات مجانية بالكامل، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على إنتاج الدواء وفق المعايير العالمية وتوفيره بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الصحة بإنشاء عشرات المستشفيات الجديدة. أما التعليم فقد شهد نهضة كبيرة شملت تغيير المناهج لتتوافق مع المعايير الدولية وإنشاء عشرات المدارس والجامعات الجديدة وتدريب وتأهيل المدرسين لمواكبة التطور على الصعيد العالمي. أولت الإدارة المصرية أيضا الفئات المهمشة اهتماما كبيرا، فدشنت مشاريع كبرى للقضاء على العشوائيات والمناطق
المناطق الخطرة، وأطلقت مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ودشنت أيضا عشرات المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير سكن ملائم للمواطنين. أما على صعيد الغذاء فأطلقت الدولة مشروعات كبرى تشمل مصانع ومدن متكاملة للصناعة وإصلاح منظومة التموين التي وصل عدد المستفيدين منها إلى 69 مليون مواطن. لم تكن حقوق الإنسان مجرد شعارات، بل هي احتياجات حقيقية تسعى الإدارة المصرية لتوفيرها بشكل دائم وتعزيز قدرة مؤسساتها على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها في مناخ من الأمن والاستقرار كأساس لتوفير حقوق الإنسان الأساسية.